قبل. ليش أنا سمعت أنك يعني طلبت من ماجد أن يتوسط لك ويا روتانا وما صار الموضوع بصراحة؟ لا ما بصراحة أنا ما صار لي أي اتصال بماجد بعد ما اشتهر الشهرة الكبيرة. الله يوفقه. ليش ما كنت صار ماجد من عزيز أصدقائي وكنا سوان ويا أبو عمان وعانينه عانينه. هو يستاهل، فنان راقي مرتب مثقف مثقف موسيقيا مثقف، حتى هو أنه بثقافة العامة مات انغار عليك ماجد المهندس وعنده إحساس. اللي ينغار ينغار على نفسه، أنا ما أعتبر حد ينغار عليه، لأنه إذا تنسى صاحبك أنا ما وجه هذا الكلام بس الماجد ولا وجه لأي أحد. بس راح أحكي لك بلا الألغاز. لا ساري خل أحكي لك خل أحكي لك شغلة هسه. مو أنا مو بس مثلا ساري اللي مسوي هاي شغلة، أنا أحكي على ماجد المهندس. مو هسه راح أحكي لك أنا، مو هي من خلال هذا الموضوع تحكي. ليش دا وجه رسالة؟ لأنه إذا بس ماجد راح أستثني هسه الحالة وبعد أحكي لك بس على ماجد. انغار له؟ لا ما أعتقد، ما شفته حتى اقدر احكم لك انه انغار او ما انغار. ما صار اتصال بينكم؟ لا شفته بالصدفه مره بالاستوديو، سلمت عليه وطلعت. ليش انتوا اصدقاء وكنتوا يعني شبه عايشين سوا بعمان؟ انا ما احب شغله واحده بس انه باكر عقبه سانو يساري، وساري صار من الاعلاميين ان شاء الله، اعلاميين العراقيين والعرب الكبار اللي يعني يراد لك فرصه حتى انه يلتقي بيك. إذا آني وساري هذا لقاءنا الأولي، وآني ممكن أكون ضفت في إضافة ساري، أو إحنا أصدقاء آني وساري، إنه بس وجودي بحياته كإضافة ووجوده بحياتي كإضافة، فبات عقبة إذا ساري وصل فالمفروض ساري هو يذكرني يرد الجميل، لأن آني صديقة وماكو جميل بين الأصدقاء والإخوان بس لي إنساني ساري. يعني ساري على الأقل يكفي يطلع بحكاية واحدة يقول أنا من أصدقائي العزيزين واللي تعب وياي يعني بداية حياتي. هل النجومية مرات صديقة تغمي عين الناس عن أصدقائهم وعن حبايبهم؟ هواي صارت هواي صارت. أنت النجومية بعدتك عن جهاز أطفالك؟ أنا ابتعدت عن الناس بس مو متعمد، خلي أكون واقع. أجبرتك؟ أي أنا ما أريد أطلع نفسي أنه أنا أحسن واحد بيهم. لا 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 أنا هم صارت عندي أخطاء هواي، لذلك ست مرات ألاقي ناس يعتمون علي ويقولوا نسيتني. أقسم بالله العظيم أني ما أنسى أي أحد غصبا عنك، بس صير مرات يعني. وبعدين أني سفري وأني عندي كل الناس بعدين من تعرف أنه أني مسؤول عن عائلتي يعذروني، لأن هم معتبرين الفنان العفو ساري خلي أحتاج صور لابزن ووضحها. أكو فنانين مرتاحين لأن عايش العزلة بحياته. أنت همين عزلة ما متزوج؟ أني ما متزوج بس أنا عندي مسؤولية أهلي برقبتي من أنا وصغير، وهاي اقرب الناس وكل الناس تقريبا يعرفون هذا الموضوع، لذلك كان يعتب علي، كان يعرف ظروفي ويعرف وضعي يعذرني. يعني يعرف انه انا مثلا السفر والغربه ومسؤوليه الاهل مرات حتى عليك مو تنسى، بس يعني غصبا عليك تنسى مثل تقول يعني، بس هذا ما معناه انه اني انسى الناس اللي وقفت وياي. لذلك انا بكل لقاء اذكر من بدايتي من منطقتي مدينه الحريه ومن اللي وقف وياي ومن الناس اللي كانوا ويا والدي الله يرحمه بن محنة مال الخياطة.